يبكي في مصر. فهاجر أبناء يعقوب وأحفاده من بلاد كنعان إلى مصر. أبشروا يا بني إسرائيل، إنها أبواب مصر. حيث نزلوا على يوسف ابن يعقوب، حيث كان الهكسوس يحكمون مصر في ذلك الوقت. يقول يوسف: لقد زاد شوقي لكم يا إخوتي وأحبتي، أنزلوا متاعكم واستريحوا في مساكنكم. ومن أين لنا السكن يا يوسف ونحن غرباء ولا عمل لدينا؟ يقول يوسف: اطمئنوا، سأدبر لكم أموركم. إلى أين تأخذنا يا رجل؟ نحن نمشي خلفك منذ أن سلمنا يوسف لك. إلى منازلكم. وأين هي منازلنا؟ في أرض جاسان بجوار النيل. وهل جاسان مكان جميل؟ من أجمل أماكن مصر. ذهب بنو إسرائيل إلى جاسان، عاشوا فيها أيام رغد وكرامة. ولم لا؟ ويوسف أيام ذاك كان أميناً على خزائن الأرض. يا رجال، تذكروا ألا نطيل السهر، فلدينا أعمالنا غداً. لن أنسى ما فعله يوسف من أجلنا، فقد جعلنا نعمل مع صفوة القوم وزكانا لديهم. لقد أحسن إلينا يوسف كما أحسن الله إليه. وكان يوسف يعدل بين الناس كافة، سواء كانوا من المصريين المستضعفين المستعبدين أصحاب الأرض، أو الهكسوس الأقوياء ذو النفوذ، فكان لا يميل لطرف دون الآخر، ولذلك أحبه المصريون والهكسوس معا. غدا يوم توزيع الغلال يا يوسف، وأريد منك أن تقلل نصيب المصريين منها حتى نستطيع بثمن ما نوفره من الغلال زيادة تسليح جيشنا العظيم. يقول يوسف: أنت تعلم أيها الملك كم أدين لك بالفضل، ولكني لا أستطيع أن أنقص من غلال المصريين، فإنهم عملوا وكدحوا طوال العام، وليس من العدل أن نبخسهم حقهم. فإن أردت توفير الغلال فخذ من حصتي. لقد سمعت أن يوسف سيقلل حصة المصريين من الغلال. لقد أمره الملك بذلك، ويوسف لا يستطيع أن يعصي للملك أمرا. ثم كيف لكم كمصريين أن تتساووا بنا نحن الهكسوس؟ نحن حكام البلاد. أنتم تحكمون البلاد ونحن أصحابها. كيف تجرؤ أن تقول هذا أمامنا؟ افسحوا الطريق، فلقد أتى يوسف ليوزع الغلال. يقول يوسف:
قم يا بني بتوزيع الغلال. وماذا عن حصة المصريين هذا العام يا سيدي؟ يقول يوسف: مثل كل عام يا بني. يحيى العدل، يحيى يوسف. ولما شعر يوسف بدنو أجله جمع أهله جميعا وتحدث إليهم. يقول يوسف: أنتم بقية أهل الله على أرضه وصفوته من صالح المؤمنين. لقد أرسل الله تعالى يعقوب أباكم ومن قبله إسحاق وإبراهيم دعاة لعبادة الله وحده واتباع سبيل الحق والخير. فكان جدكم إبراهيم خليل الله وأبا الأنبياء، وها أنتم تعيشون في أرض مصر مكرمين، وأنا ما زلت معكم وبينكم، وإني موشك على لقاء ربي والالتحاق بآبائي. فإذا توفاني الله وهذا حادث لا محالة، ستتعرضون للمهانة والظلم والعذاب، فما عليكم إلا الصبر والتمسك بدينكم. وبعد زمن ليس ببعيد سيأتي نبي منكم يخلصكم من جبروت فراعنة مصر، وينصر الله به الحق ويقيم الدين. واعلموا أن الله مع الصابرين.